بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، السلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان البصير. نرحب بحضراتكم في هذا المساء الجميل في ثالث أيام هذا السباق المحلي السابع، وهذا اليوم هو مخصص لسن اللقاية من مسافة 5 كيلومترات في هذا المساء. نعم أيها الإخوة الأفاضل، ضمن تحديات ومنافسات هذه المرحلة الأولى من هذا المحلي السابع. شكرا حقيقة، والشكر موصول للجنة المنظمة لسباقات الهجن على كل ما تقوم به من انطلاقات سلسة وكذلك تنظيم رائع ومشهود للعيان. نشكرهم جزيل الشكر على كل ما يقومون به من راحة كاملة لجميع الإخوة المشاركين، خاصة في التنظيم وفي أنظمة هذه الميادين، سواء ميدان الشحانية التي تنطلق فيه في هذا المساء انطلاقات وتحديات الأشواط المفتوحة، أما ميدان البصير أيضا تتم فيه انطلاقات أشواطنا العامة. فأهلا ومرحبا بالجميع، ونبدأ بداية تفصيلية وقراءة تفصيلية لما يحدث وما يسير في قلب هذا الميدان. الشوط الأول الرئيسي الذي خصص لهذا السن لسن اللقاية فئة البكار يسير، ونحن بدورنا نبدأ مع المركز الأول، القيادة مع الشارد، الشارد لعامر بن سعيد بن سعد الرفادة، مع الشارد مع المركز الأول والمركز الثاني، الوصول والتقدم في هذه اللحظة من الظبي لعبد الله بن جار الله آل بخيت من يتواجد مع المركز الثاني، ولكن حصل دخول، حصل تسلل من الجانب الأيمن. شوف الدخول من غزالة صالح بن صالح بن سعيد بن سفران من يتواجد، بو عبد الله مبارك بن عبد الله بن سفران من يتواجد مع المركز الثاني المركز الثالث. نعم أذعناها، هذه تتراجع إلى ثالث المراكز، الظبي عبد الله بن جار الله آل بخيت من يتواجد على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع وصلت مكنونة عبد الله بن محسن بن راشد بن ديلة، مع مكنونة بن ديلة يتابعها سلطان بن محسن وكذلك أيضا علي بن محسن وركان بن محسن. الله، ننتقل للمركز الخامس. المركز الخامس الوصول من شديدة لراشد بن سالم بن عبد الهادي آل بحيح المري على مستوى المركز الخامس. هذا هو ندانا الأول للمراكز الخمسة المتقدمة، أتممناها على مسامعكم وعلى حضراتكم. نعود إلى مقدمة هذا الشوط، نعود وإياكم إلى بن سفران، بن سفران مبارك بن عبد الله، بن سفران يتسلل من الجانب الأيمن مع غزالة، مع غزالة صالح بن صالح بن سعيد. بن سفران هو من يتقلد زمام الأمور، هو من يتحكم في زمام المقدمة. هذه غزالة وصلت المعلومة عنها يا متأخرين، يا من يريد ناموسي هذا الشوط، وصلت المعلومة من إنجازاتها، حاصلة على 5 نقاط، حاصلة على 5 نقاط في هذا الموسم، يا من يريد الناموس. نعم هذه غزالة في رصيدها 5 سباقات في هذا الموسم. الله الله، لأجل ذلك زج بها بن سفران في شوطنا الأول الرئيسي. بينما هنا الشارد، الشارد على مستوى المركز الثاني، عامر بن سعيد بن سعد الرفادة أيضا أحد الشباب البارزين في هذا الموسم، سجل العديد من النقاط ولكن في باختلاف الأسنان والأعمار. ولكن ننتقل للمركز الثالث، يصل بن بخيت حاصل على نقطة في ليلة البارحة. نعم شعار بن بخيت، نعم في سن الحقائق، ها هو يتواجد في هذه اللحظة مع ظبي، هذه الظبي لعبد الله بن جار الله آل بخيت والمركز الرابع. الوصول والتقدم في هذه اللحظات من شديدة راشد بن سالم بن عبد الهادي آل بحيح. أما المركز الخامس يصل بن قريع، يتدخل بن قريع هنا مع مشرفة عتيق بن فران بن عتيق البريدي من يتواجد هنا، يتقدم مع المركز الخامس. هذه نتيجتنا يا من يريد الناموس، يا من يريد أن ينتزع نقطة هذا الشوط الأول. بنعود مع بن سفران، مع مبارك بن عبد الله، مبارك مبارك بن مبارك
شكلك يا مبارك إذا واصلت غزالة. هذه غزالة تنطلق بسرعة الغزلان بسرعة الظباء. هذه غزالة تحتل المركز الأول، تريد أن تضيف لإنجازياتها الخمس أيضا إضافة أخرى وهي تكون السادسة في هذا الموسم. الله الله يا مبرد أعصابك يا أبو عبد الله، يا مبرد أعصابك. أشوف الجمهور وأشوف أيضا الكم الهائل خلف المراكز الاثنين الأولى، ولكن ناخذ الشارد على مستوى المركز الثاني. تعود ملكيتها لعامر بن سعيد بن سعد الرفادة من يتواجد على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث التقدم من شديدة راشد بن سالم بن عبد الهادي البحيح مع المركز الثالث والمركز الرابع. وصلت الأسماء، يصل في هذه اللحظات، يصل من واقع الشعار العوامي. شعار العوامي شعارك يا أبو ناصر. الله يا أبو سعيد، يا أبو سعيد يصل ويتقدم ويصل هنا بن جار الله يتقدم مع الظبي، ولكن نعود مع الغزالة. غزالة غزالة غزالة، الغزالة تغازل المركز الأول، تغازل المقدمة. وبنقول وبنعيد وبنكرر الكيلو الأخير يا من يريد ناموس الشوط الأول الرئيسي المفتوح هنا في هذا المساء في ميدان البصير. هذه غزالة، من تتقدم هذه الأسماء؟ تغازل المقدمة، تغازل المركز الأول. صالح بن سعيد بن علي بن سفران بن سفران بن سفران بن سفران. الله يا مرحبا يا العوامي، يصل العوامي، يتقدم العوامي، يتسلل على مستوى المركز الثاني، يتقدم هنا علي بن ناصر بن حمد. العوامي مع هوايل العوامي، هوايل تتقدم يتابعها أبو ناصر تتقدم هوايل. المركز الثالث الوصول والتقدم من شديدة راشد بن سالم بن عبد الله البحيح، ولكن غيرت هوايل العوامي هنا تعوم لأجل الناموس. هذه هوايل مع المركز الأول مع المقدمة. معاك يا أبو ناصر علي بن ناصر بن حمد. العوامي هو الأقرب لانتزاع نقطة هذا الشوط. هنا المركز الثاني تصل شديدة وهوايل وشديدة. اللحظات الأخيرة، المئة متر الأخيرة، هوايل شديدة هوايل. الله اللحظات الأخيرة شديدة، ولكن هوايل ولكن شديدة تأتي بالأمتار الشديدة وتحتل المركز الأول. تهاني للراشد بن سالم بن عبد الهادي البحيح المري المركز الثاني. وصلت هوايل الذي أدت عرض تشكر عليه علي بن ناصر بن حمد العوامي المركز الثالث. غزالة لصالح بن سعيد بن سفران.